يبقى اعلم ان الاوفا بتاعتك هتطلع في خلال 30 ساعة. هتطلع في خلال 30 ساعة. لسه ما طلعتش او طلعت. يا اما هتطلع في خلال 30 ساعة. تمام كده؟ يبقى الال اتش بتاعتك او الاوفا بتاعتك ها يا اما موجودة يا اما هتطلع بعد 30 ساعة. يبقى انت لازم تنصحه اللي يحصل عندك سيكشوال كورس في الايه في اليومين المتتاليين على طول عشان تضمن عملية حدوث الايه الحمل. صلوا على النبي. يعني الاتش بينزل في اليورين بقى. انا بكشف عنه في اليورين بقى. هما الاونلاين ما عندهمش مشكلة فهم؟ نزل في النهار. هي الكاميرا شغالة الاونلاين؟ اه. لغاية كده الامور متظبطة معاك. طيب صلوا على النبي. انا بشرح الحاجات دي كلها ليه؟ عشان اقول لك لو انا عايز امنع الحمل امنعه ازاي. منطقيا كده لو انا عايز امنع الحمل امنعه ازاي، او لو انا عايز اعمل حمل اعمله ازاي، ولو انا عايز اعالج العقم والانفيرتيليتي اعالجه ازاي. الحاجات دي كلها مواضيع هناخدها. بس انا دلوقتي بسالك سؤال، ان انا هخش دلوقتي في الكونتراسيبشن اصلا. انا بقول لك دلوقتي لو انا عايز امنع الحمل او اعمل كونتراسيبشن اعمل الموضوع ده ازاي منطقيا؟ ما تقوليش ادويه. ابعد عن الاوفيوليشن دي. حلو. ابعد عن الاوفيوليشن بيريودز كلها. حلو. ها او ابعد عن هرمون ال ال اتش على قد ما اقدر، او البروجستيرون. عاوز امنع الحمل منح عالبي قوي البروجستيرون. طب ما ده هيحافظ على الحمل. انا عايز امنع. ما انا عامله كده قبل ما يحصل الحمل خالص. يعني اعلي الايه؟ البروجستيرون. اعلي البروجستيرون عشان اعلي الاستروجين مثلا عشان يقفل لي الاوفيوليشن من بره. بس انا مش عاوز كده، مش عاوز ميكانيزمات. انا لو عاوز امنع حمل انا عندي اكتر من طريقه. والله امنع الاوفا تطلع بكل سهوله. كلام بسيط. امنع الاوفا بتاعت اللي هتطلع. هيحصل حمل؟ لا. او امنع وصول السبرم للايه؟ للاوفا بتاعت. كلام بسيط. يا اما امنع السبرم يوصل، يا اما امنع الاوفا توصل. طب ركز في الرسمه ديت لو سمحت. خالد لو مش وصل لهم السبوره كده وانت بتعمل. لا مش الكاميرا ديت. ماشي ديت والثانيه اللي تحت بتاعت الاونلاين. انا عايزك تركز اصلا في الاناتومي شكله ايه. طيب انا عندي هذا اليوتريس. لا انا عايز اعمل زوم بس مش عارف ازاي. هو زوم ازاي؟ اه من ديت. هذا اليوترس. انا احسن حاجة مميز فيها الرسم. الرسم والخط. ده ايه ده؟ قمع ده مش. يا خالد ما تحرجنيش. صلى على النبي. انا عندي الموضوع بدايته من هنا. ده الاناتومي. ده اليوترس. اللي انا ده عشي الزوجيه اللي انا عايز اعمل ايه؟ اكبر بطاقه الرحم بالطريقه دي. صح؟ بدل ما هي كانت خط واحد لا انا عايز خطين، عايز خطانه او فرشه كويسه. صح كده؟ طيب ادي الفالوبيان تيوب يمين وشمال. وادي الاوفر عندي. الهايبوثالاموس حفز البيتيوتري جلاند طلعت لي الاف اس اتش. الاف اس اتش هيروح فين؟ يروح على طول على الاوفر. يكبر لي الفوليكلز ويطلع لي الاستروجين. الاستروجين يروح فين؟ على اليوترس. تمام كده؟ طيب وصلت عند الدومينانت فوليكلز خلاص كبرت لحد ما وصلت لاول الفالوبيان تيوب. يبدا يطلع عند ال اتش يكسر لي ديت يطلع عندي الكوربس ليوتيوم في اول الفالوبيان هنا برضو في الاوفري والاوفا عندي في الاول الفالوبيان تيوب. يطلع عندي يحصل عندي سيكشوال انتركورس. السبيرم عندي يفضل يمشي 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 لغايه هنا ياخد الاوفا يعمل لها فيرتلايزد ايج ويحط ايده في ايدين بعض ويبداوا ينزلوا لغايه ما ينغمسوا في بطانه الرحم. خش جوه بطاقة الرحم زي الفل. طيب لو سمحت ايه الرسمه اللي انت راسمها دي؟ ادي اليوترس، ادي فالوبيان تيوب، فالوبيان تيوب، وادي الاوفري. ده اللي هو بنسميه الفيجينال تيوب. والفيجينال تيوب ديت اللي بيحصل فيها السكشوال انتركورس من هنا لهنا يا جماعه، هنا لهنا. والمسافه ديت ممكن 10 سم حسب الاكزايتمنت ممكن توصل ل 20. ما علينا. وفي عندي انا راسم الرسمه ديت عشان المنطقه ديت ما بين الفيجينال تيوب الى اليوترس في عندي مضيق اللي هي منطقه السيرفكس. زي مضيق طريق صغير. السيرفكس ده اللي احنا بنقول عليه عنق الرحم.
منطقة الايه؟ السيرفكس. منطقة السيرفكس ديت يا دكتور اصلا ايه لازمتها اصلا؟ منطقة السيرفكس ديت مهمة جدا جدا وحالات تشخيصية كتيرة جدا، ولو حصل ابورشن ممكن يكون سببها ان منطقة السيرفكس ديت قصيرة اصلا، ونبدأ نتعامل معها وندي بروجستيرون وحاجات من دي. فالمنطقة ديت مهمة جدا وهنعرف اهميتها فيما بعد واحنا ماشيين. ها طب ايه المشكلة؟ ايه تاني؟ وايه انت رسمت لها ليه هنا واحنا عايزينها ليه؟ هو اصلا عشان يحصل حمل مش لازم السبرم يعدي هنا ويروح للفالوبيان تيوب؟ يعني لازم يعدي من المضيق ده من منطقه السيرفكس. بس منطقه السيرفكس ديت فيها سوليوشن، فيها سائل. السائل اللي موجود ده ممكن يكون فيسكس وممكن يكون سهل جدا. يعني ايه؟ الاستروجين بيبدا يخلي السائل اللي موجود ده سائل ايه؟ زي الميه. وطالما زي الميه يبقى من السهل السبرم يعدي منه اصلا زي الميه، مفيش عندك في مشكله. ولكن البروجستيرون بيعمل لي فعل عكسي، بيعمل ايه؟ يخليه فيسكس، يخليه زي مش جليسرين زي العسل، يخليه جامد جدا فيعمل لي بلوك البروجستيرون. وعشان كده فوائد البروجستيرون اللي هو يحافظ على الحمل، يحافظ على الحمل. لو انا عندي الجنين هيقع يا دكتور الحق، ده ممكن يحصل لها ابورشن، ببدا اديها بروجستيرون عشان يقفل لي عنق الرحم، يقفل المنطقه ديت اصلا ويحافظني ما يخليش في حركه شديده في اليوترس اصلا، عشان يعمل لي معنى اخر ريلاكسيشن في الايه، في الماسلز او في اليوترس، مع اللي هو يقفل الايه السيرفكس. عايز تقول لي ايه؟ ليه الكلام الكتير ده يا دكتور؟ عشان اقول لك لو انا عايز امنع الحمل لو سمحتي بامنع الاوفا اللي هي تنزل من فوق، او امنع السبرم اللي هو يطلع لها فوق بس. وبداوا على هذا الاساس يشتغل. قال لك اللي بيمنع لك الاوفا هو مين اللي بيكونها؟ مين اللي بيجهزها؟ الاف اس اتش. والاف اس اتش بيطلع لابن ايه؟ عاق. بداوا يستغلوا نقطه ضعف الابن العاق بالفلوس. هو ابن عاق اصلا، ابن مش متربي، تمام؟ فبداوا يتعاملوا معاه على هذا الاساس. بداوا قال لك بس طب ما احنا ما ندي للاستروجين ده فلوس، كبر كميته، يبدا الاستروجين او الابن العاق ده يبدا يزيد عندي، واول ما يزيد عندي يقوم يمنع لي اصلا باباه، يقتل لي باباه، يقتل لي الاف اس اتش. وطالما قتل لي الاف اس اتش خلاص ما عندكش اوفا اصلا، يبقى انا ما طلعتش اوفا. هذا فكر. فكر تاني قال لك طيب وانا ليه اصلا امشي بطريق الرشوه والحاجات ديت؟ ما انا استغل حاجه تانية. ايه الحاجه التانية؟ ادي له بروجستيرون من بره. طيب هيعمل ايه البروجستيرون؟ قال لك والله البروجستيرون مالهش دعوه بالطريق اللي فوق، البروجستيرون ده هيشتغل تحت. يعمل ايه يا دكتور؟ يروح على السيرفكس ويبدا يقفل لي منطقه السيرفكس، يبدا قفل ايه منطقه السيرفكس عندك. وبالتالي يا جماعه انا بتكلم ديت الفيجينال تيوب، يعني حصل هنا سيكشوال انتركورس، يعني هنا كل السبرم عشان نركز. يعني اصلا التيوب دي احنا قلنا من 10 ل 20 سم. 20 سم ده ثرو الاكسايتمنت بيحصل عندي هنا طبعا مسافه طويله جدا، وبالتالي كده كده لازم السبرم تكون بفور السيرفكس، وبالتالي انا محتاج عندي السبرم اللي هي تعدي من السيرفكس. طب البروجستيرون عمل لي ايه؟ قفل لي منطقه السيرفكس ديت. وطالما قفل لي منطقه السيرفكس ديت خلاص مفيش عندك سبرم هتعدي. وبالتالي حتى لو حصل ايفيوليشن مش هيحصل، هو بيتعامل معاها كانه ما حصلش اصلا سيكشوال انتركورس. تمام كده يا جماعه؟ طيب والله انتوا قلتوا عشان امنع الحمل، يا اما امنع الاوفا، يا اما امنع وصول السبرم، ودي الطريقه هرمونيه، تمام كده؟ يا اما تبعد عنها فتره الايه الاوفيوليشن، ودي طريقه مش فعاله قوي، يعني ممكن يحصل فيها حمل ان احنا قلنا السبرم ممكن يعيش، ممكن يكون حصل سيكشوال انتركورس في اليوم العاشر ويفضل عايش لليوم ال 13 لما يحصل في الاوفيوليشن، فدي مشكله، تمام كده؟ فدي الطريقه ممكن اللي هي ايه مش فعاله قوي، زائد اللي هي صعب اللي انت تبعد الفتره ديت كلها، تخلي او تقول للايه للميل ابعد الفتره دي كلها، هيكون طبعا كلامك مش مستحب بالنسبه له. الحاجات ديت كلها لازم تاخد بالك منها. وبالتالي انا ببدا اتعامل بالطريقه الهرمونيه، والطريقه الهرمونيه هي الاساس عندي، يا اما تمنع الاوفا، يا اما تمنع وصول السبرم، يا اما الاثنين مع بعض. ممكن قط يا محمد اصلا.
ليه؟ الفلاشة. الفلاشة؟